فريحة؟ أه؟ وين رحتي؟ نمت شوي. أنت مريضة شي؟ لا ماما، بس كنت نايمة. معك حق، أنت كمان تعبتي كتير من كم يوم وأنت عم تلمي زبالة هالبناية لحالك. هي دخيل هالإيدين يلي مثل القطن الناعم ومثل الحرير كمان. إن شاء الله هالإيدين ما بقى رح تمسك زبالة أبدا، وما بتمسك غير الذهب. أمي فريحة، أنا بعرف فايت عصفور على قلبك. قلبك هالحلو عم ينبض، مو واسعه هالبيت ما هيك؟ إن شاء الله قلبك بيطير على النعيم يلي بتستاهلي. إن شاء الله يا ربي. أنا كنت بعرف من يوم ما خلقتي، كنت بعرف. إيه بعرف، اطلعت بوشك وهمست اسمك بإذنك قبل الشيخ. قلت لك يا فريحة، مثل ما حضنتك بإيدي نظيفة وطاهرة، رح تضلي هيك لآخر يوم. أمي الله يخليكي، أنا حفظتهم لهدول بصم. أنتي إسوارتي الذهب وحلوتي، حاسة حالي رح أغرق بهدول الدعوات، ما عم تشوفي؟ لا الله يسامحك، معقولة إنه الإنسان يغرق بسبب دعوات أمه؟ معناتها أدعي بقلبك وبس، بلا ما أسمع أنا. بلكي ما تحققوا. لا الله لا يقدر. طيب وإذا الإسوارة اللي مفكرتيها ذهب طلعت لك مصدي؟ وإذا فريحة اللي رح تخليكي تتنفسي ما بقى قدرت هي تتنفس؟ وإذا كانت رح تخسر الشيء الوحيد اللي بإيدها؟ شو هالحكي يا بنت؟ شو هذا اللي رح تخسريه؟ خلص ما في شي ماما. طلعي فيي فريحة، سويتي شي مانو منيح؟ فورا بيخطر هالشي على بالك ما هي؟ شو رح يخطر على بالي لكان؟ معناتها احكي. بنتي الصبية اللي بعمرك بتلمع مثل الجواهر والألماس، وهاللمعة بتجذب الغربان حواليها، بس إذا هالغربان سرقوا لك هاللمعة شي مرة، وقتها بتصيري تنكة مصدية، فهمتي؟ حطي هالحكي حلق بإذنك. طيرتي نوم من عيوني بالحكي تبعك.